شارك وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في مؤتمر حول يوم الشباب الإفريقي، وقال وزير الشباب والرياضة إن الاحتفالية تأتي في إطار دور مصر الإفريقي. اليوم الثاني اللي بنحتفل بيه باليوم الافريقي، بنحتفل بيه من خلال طلبه الجامعات والطلبه الوافدين والدارسين الافارقه في مصر وغير الطلبه. في الحقيقه النهارده كمان موجود يعني ساده نواب من لجنه الشؤون الخارجيه ولجنه كمان اللجنه الافريقيه بمجلس النواب. ان شاء الله يكون هذا الاهتمام يتوافق مع دور مصر الافريقي والدور الحيوي اللي موجودة فيه في مصر مع شقائها الأفارقة في كل مجال وكل مكان، وده نقطة كبيرة جدا من اهتمام يعني الحكومة واهتمام وزارة الشباب والرياضة من خلال ما تقدمه النشاط الرياضي وأيضا التعليم العالي من خلال ما تقدمه الطالب الجامعي.